السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية السلام عليكم يا ولي الله تحية مني إليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين وآل كل أصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادة الصوفيات المحققين وإلى أرواح كل ولي ووليات ومسلمين ومسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين وجميع أهل تركيا خصوصا إلى حضرة السلطان الأولياء غيث الأعظم قطب العالمين السيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيد الشيخ عبد القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ معروف القرخي وسيد الشيخ سري السقطي سيد الشيخ حبيب العجمي سيد الشيخ حسن البصري سيد الشيخ جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الحمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البستامي سيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي وحضرة إمام رباني حضرة شيخنا المكرم حضرة الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وحضرة شيخنا ومرشدنا أمير المؤمنين حضرة الشيخ حجي أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وحضرة شيخنا المكرم
wa usulihim wa furu'ihim wa ali silsilatihim wal akhidina anhum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwantina wa amwantikum wa liman ahsana ilayna wa liman lahu haqqun alayna wa liman awsana wa astawsana wa galladana indaka bidu'ail khair syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة سيئن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
Alam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله لا La ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tudhhiruna biha min jami'il sayyiat tarfa'una biha idza qa'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah faqa yadihim fa man nakatha fa innama yanquthu 'ala nafsihi فَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَتَقَبَّلُوا وَأَنفِقُوا مِمَّا قَرَّرَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ وَمَا هَلَّلْنَا مَا صَبَّحْنَا مَا اسْتَغْفَرْنَا مَا سَلَّمْنَا مَا صَلَّيْنَا عَلَى حَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا قُرَّةَ عُيُونِنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً مِنَّا وَسِلَةً وَرَحْمَةً مِنْكَ نَجِيًّا مُسْتَمِرًّا wa ila khadrati sultan awliya syekh muhyiddin abdul qadir jailani wa ila khadrati syekh abdullah mubarak bin muhammad wa ila khadrati syekhuna mursyiduna amirul mukminin hadrati syekh ahmad shahibul wafa tajul arifin ila khadrati syekh al-qarrab hadrati syekh muhammad ali hanabi akbar wa ila khadrati jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin fi kulli makan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa asilhum bil ma'i wassaldi war barudi wa naqihim khotaya kama yunaqqas saubal abyad minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa annahum ahlin wa adkhilhum ilal jannati wa idda min adabil qabri wa bitnati min adabin nar Allahumma ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رب رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغيبنا وصغرنا وكبرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحياه منا وجعل الإسلام ومن تهوى منا تهوى الإيمان اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت عالم بسرها وللذين صرفوا لها اللهم انزل رحمته والنعمة والمبرة والشفاعة والبركة على جميع القبور ونخص بهذا المقصود من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تخلنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفرنا ولهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النار اللهم اجعلهم فداء له من النار وبكاكا له من النار وسترا له من النار ونجاة من النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ارفع عنه الدرجات وكفر عنه الشر وادخل الجنة على بين الأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رادة مرضية وادخلي بعبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شيء لله لهم الفاتح الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل تركي خصوصا إلى حضرة السلطان الأولياء قيس الأعظم قطب العالمين السيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ عبد القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ أحمد خطيب سمبس ابن عبد الغفر وسيد الشيخ طلحة كاليسا بوجربون وسيد الشيخ عبد الكريم بنتن وسيد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وحضرة الشيخانة ومرشدنا مير المؤمنين حضرة الشيخ حجي أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.